بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم كلكم في دار الحكمة مقرات خط الأطباء، وبنشرف وجودكم معنا النهاردة لإعلان نتيجة التجديد النصفي لمجلس النقابة. و يعني أنا كنت أتمنى مشاركة واسعة من الأطباء، أهم من أن أنا بهني طبعا اللي كسبوا بمقعد المجلس، وأتمنى للمجلس العمل في جو من التعاون وإن شاء الله السنتين الجايين، وأتمنى أن أنا أشهد اليوم اللي تبقى فيه إقبال شديد على في صفوف واقفة للإدلاء بأصواتها، متهيألي ده هيحصل إن شاء الله. في أسباب كتير طبعا قد نحاول نبرر بيها ليه ما حصلش يعني مشاركة المرجوة، خاصة المشاركة مش وحشة بس غير المرجوة طبعا. وبهني مرة تانية الفائزين بالمقاعد، وبتمنى تاني سنتين إن شاء الله من العمل المثمر. في ملفات كتيرة المجلس بدأ في العمل فيها بقاله فترة ومستمر في العمل فيها، وعلى رأسها قانون مشروع قانون المسؤولية الطبية اللي تقدم به المجلس لمجلس النواب وتوافق عليه فعلا للعرض على لجنة الصحة وإبداء الرأي فيه. والحاجة اللي أنا بعتبرها رئيسية جدا وأساسية الدراسات العليا والتدريب، لأنه ده دايما بيفضل هو يعني مربط الفرس بالنسبة للأطباء. لو تم تدريبهم على مستوى عالي جدا وتوفير دراسات العليا، أماكن دراسات العليا لحلت مشاكل كتيرة جدا. في ملفات كتيرة أخرى من ضمن الملفات اللي أنا ببقى مهتم بيها قوي ملف الأطباء الامتياز، لأن بشرة أطباء الامتياز من الفئات الأطباء مظلومين ظلم مبين في الدولة المصرية، دي حاجة لا تخفى على حد، والأطباء الامتياز بقى منهم أكثر ظلما بوضوح من مرتباتهم وكفاءتهم لرعايتهم الصحية لسكنهم لكل حاجة. أشكر اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، لأنها الانتخابات مرت بهدوء وشفافية ونزاهة تامة، وبشكر الإشراف كان فيه إشراف قضائي أشكرهم جدا. و دكتور إيهاب، أسيب الكلمة دكتور إيهاب الطاهر الأمين العام، تفضل. السلام عليكم. طبعا زي ما قال سيادة النقيب، الملفات العالقة المطلوب منها العمل بشكل عاجل في المجلس بتشكيله القادم إن شاء الله. في عندنا كمان جزء مهم جدا وهو ملف الاعتداء على الأطباء وعلى المنشآت الطبية. احنا مقدمين برضو مشروع قانون لمجلس النواب بتشديد عقوبة المعتدين على المنشآت الطبية وعلى العاملين بها. في عندنا ملف الأطباء اللي على المعاش، يعني لا يصح ان الطبيب بعد 35 سنة خدمة لما يجي يخرج على المعاش يبقى معاشه 1200 جنيه، ده مش هيكفيه يجيب علاج بس. في ملفات أخرى كثيرة منها أجور الأطباء أيضا، وفي ملفات تهم المجتمع المصري كله زي ملف التأمين الصحي الشامل اللي احنا نفسنا يخرج بدون سلبيات، وتحسين المنظومة الصحية ككل، ورفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة. كل دي أمور هامة هيشتغل عليها المجلس في الفترة القادمة إن شاء الله. فنأمل من جميع السادة الزملاء الأعضاء الجدد انهم يشاركوا مع الاعضاء القدامى بجدية في جو من التعاون للوصول الى المصلحة العامة للاطباء وللمرضى وللوطن. هنقول النتيجة دلوقتي. اجمالي عدد المصوتين في الانتخابات كان 10542 طبيب، الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية
لمستوى أكثر من 15 سنة قيد هم على الترتيب: الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، الدكتور محمد عبد الحميد، الأستاذ الدكتور جورج ناشد. الفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية لمستوى أقل من 15 سنة قيد هم على الترتيب: الدكتورة شيرين حسن المهندس، الدكتور أحمد صلاح الدين، الدكتور محسن محمد عزام. الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة القاهرة الجغرافية: الدكتور أحمد فتحي. الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة وسط الدلتا الجغرافية: الأستاذ الدكتور محمد سلامة. الفائزة بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة شرق الدلتا الجغرافية هي الدكتورة نجوى الشافعي. الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة غرب الدلتا الجغرافية الأستاذ الدكتور طارق ملوخية. الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة شمال الوجه القبلي الجغرافية هو الدكتور كريم مصباح. الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة جنوب الوجه القبلي الجغرافية هو الأستاذ الدكتور عمرو فاروق مراد. دول ال 12 مقعد الخاصين بالنقابة العامة، هينضموا ال 12 عضو الجداد إلى ال 12 عضو القدامى مع سيادة النقيب، ليشكلوا 25 عضو هم أعضاء مجلس النقابة العامة. الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل في جميع النقابات الفرعية، وكان هناك لجنة عليا من إشراف قضائي موجودة في النقابة العامة. لم تحدث شكاوى حقيقية أثناء سير العملية الانتخابية طوال اليوم. حدثت مشكلة وحيدة أثناء فرز الأصوات في محافظة الدقهلية في صندوق واحد من الصناديق الانتخابية في مستوى واحد من المستويات، وهو مستوى النقابة الفرعية للدقهلية فوق 15 سنة. كان هناك عدم تطابق بين الأوراق الموجودة في الفرز وبين عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم في هذا المستوى وفي هذا الصندوق فقط على مستوى الجمهورية. وتم إرسال مذكرة بذلك من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالدقهلية إلى اللجنة العامة القضائية المشرفة على الانتخابات العامة، وتم إصدار قرار بإلغاء جميع هذه الأصوات الخاصة بهذا المستوى الخاصة بهذا الصندوق واعتماد النتيجة. وبالتالي تم اعتماد النتيجة العامة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى النقابات الفرعية. لو في عند حضراتكم أي أسئلة، الدكتور سمير التوني هو عضو اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وحيث أن كانت هناك منافسة حامية الوطيس في أسيوط، فتم تكليفه بمتابعة الانتخابات بمحافظة أسيوط، فهو هيعلق على هذا الأمر. تفضل الدكتور سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل انتخابات حضراتكم طيبين. الأول بنشكر السادة الأطباء اللي تعبوا ونزلوا الانتخابات، ونشكر برضو السادة الأطباء اللي ما نزلوش على أمل إن الانتخابات الجاية نشوفهم مشاركين معنا. الهيئة القضائية اللي أشرفت على الانتخابات معنا كان لها دور كبير برضو في إن الأمور خرجت بصورة كويسة، والحمد لله الشكاوى كان زي ما قال الدكتور طاهر بيه كانت يعني أغلبها حاجات شكلية وغير موضوعية. نقابة أسيوط كان فيها مشكلة إن المعركة كانت شرسة والأطراف كانوا في صراع شديد، فكان لابد من تواجد حد من اللجنة المنظمة متواجد في اللجنة.
ربنا وفقنا الحمد لله، وتواجدت من اول الساعه 8 صباحا الى انتهاء غلق باب التصويت الساعه 5 واثناء الفرز، ومشيت الامور طبيعيه جدا بدون اي مشاكل، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بنشكر الساده الصحفيين اللي حضروا، ولو في اي اسئله اتفضل حضرتك. طيب النسبة 10542 ألف اللي حضروا على مستوى الجمهورية في الانتخابات السابقة كان بين 15000 و 16000، أنا مش متذكر الرقم على وجه التحديد، فطبعا المرة دي أقل من المرة اللي فاتت. في الحقيقة احنا كنا متوقعين من قبل الانتخابات ان نسبة التصويت هتبقى أقل شوية. كانت نسبة التصويت في بعض المحافظات ضعيفة جدا، وفي بعض المحافظات كانت متوسطة، وبعض المحافظات كانت أكتر من المرة اللي فاتت، لكن بصفة عامة كانت أقل من المتوقع. في الحقيقة في أسباب عديدة لإحجام عدد من الأطباء عن الحضور. في بعض الأطباء كانوا يروا إن مجلس النقابة الحالي أداؤه على غير المتوقع أو أداؤه أقل من المتوقع، وبالتالي كانوا بيقولوا طب احنا هننزل تاني ليه؟ علشان ننتخب نفس المجلس، احنا مش هننزل. فدول في الحقيقه المردود على هذا الراي بكلمه بسيطه، ده بالعكس تماما، لما يكون اداء المجلس اقل من المتوقع ده اكبر حافز لينا كلنا ان احنا ننزل عشان نغيره. وده اللي حصل قبل كده في انتخابات 2011 و2013، ان كان في اقبال اكتر من دلوقتي، وكان معظم الناس اللي نازله علشان تغير مجلس النقابة. فده الاحتمال الأضعف. في احتمال أكبر شوية في الحقيقة إن في حالة إحباط عامة موجودة عند الأطباء. في بعض الأطباء بيروا إن مجلس النقابة بذل مجهودات عديدة في ملفات عديدة، ولكن هناك تعنت حكومي أمام العمل النقابي بصفة عامة. و الحكومة أحياناً، الجهات التنفيذية أحياناً لا تنفذ حتى الـ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ. إحنا عندنا حكم بدل عدوى واخدينه من أكتر من سنتين وإلى الآن لم ينفذ، والحكومة على الرغم من أنها أقرت بحق الأطباء في زيادة بدل العدوى إلا أنها طعنت على الحكم ودخلت في مسجلات قضائية كثيرة. ده في الحقيقة بيصيب الأطباء بصفة عامة بالإحباط من ناحية العمل النقابي في حد ذاته. بيقولوا في النهاية ما هي فائدة العمل النقابي إذا كنا في الآخر مش هنقدر نوصل لحاجة. لكن حتى ده مردود عليه بأن دائما هناك فائدة من العمل النقابي. العمل النقابي تراكمي، العمل النقابي تدريجي بطبيعته، دائما أي جهود بتجيب نتيجة، حتى لو ما جابتش نتيجة النهاردة هتجيب نتيجة بكرة أو بعده. عندنا أمثلة كثيرة، لأن هناك أحيانا الجهات التنفيذية كانت ترفض في البداية الاستجابة لبعض المطالب المشروعة، ولكن بعد الإصرار عليها عدة مرات تبدأ الاستجابة التدريجية أو الجزئية. علشان كده بنقول إن دايما هناك فائدة من العمل النقابي، دائما هناك أمل في الغد دائما. وبالتالي كنا نرجو إن جموع الأطباء ينزلوا كلهم للانتخابات، لكن هذا ما حصل. الوجه الآخر في الحقيقة إن إحنا لما بنيجي نحسب عدد الأطباء ما بنحسبش على العدد الكلي المسجل في النقابة. أنا عندي تقريبا من 40 إلى 50% من الأطباء خارج الوطن من أصل، يعني إجمالي عدد من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات كان 156 ألف. ال 156 ألف دول قد إيه منهم بره مصر؟ هنقول 50-60 ألف على الأقل. فنسبة اللي وصلوا النهاردة اللي شاركوا في الانتخابات اللي هم 10500 ممكن يبقوا ينسبوا إلى 90 ألف أو إلى 100 ألف. النسبة في النهاية قليلة، إذا كانت النسبة 10% أو أقل أو أكثر برضو النسبة قليلة. إحنا نفسنا دائما إن اللي يشارك في الانتخابات يبقى 60% أو 70%. النسبة قليلة، ولكن إحنا بننسبها بس إلى النسبة الصحيحة، لأن في ناس بتنسب إلى العدد الكلي المقيد في النقابة، وهذا تنسيب غير صحيح. أشكرك. أنا بس قبل ما حضرتك تقول، أنا بكرر شكري للهيئة العامة للنيابة الإدارية التي أوفدت مستشارين منها في جميع محافظات الجمهورية وفي النقابة العامة، وأدارت أعضاء النقابة. ده تجديد نصفي،
وبالتالي فهناك نصف عدد الاعضاء الاخرين باقين في النقابه، وهناك نقيب باقي، وبالتالي هناك مجلس نقابه قانوني موجود في محافظه الوادي الجديد. سوف يعرض هذا الامر، سوف يعرض امر الوادي الجديد على وجه الخصوص على مجلس النقابه العامه لاقرار هل يتم اجراء انتخابات خاصه كتجديد نصفي للوادي الجديد ام لا. لكن ما عندناش مشكله في اداره النقابه في الوادي الجديد، لان حتى الان عندنا مجلس نقابه قانوني بالظبط كده طبقا للقانون. يجتمع مجلس النقابه خلال اسبوعين من اعلان نتيجه الانتخابات، فسيتم التوافق على الموعد الاول لمجلس النقابه، لم يحدد الى الان، بمجرد تحديده هنعلنه ان شاء الله، لكن هو عاده بيبقى خلال اسبوعين من اعلان النتيجه. سيد النقيب هو طبعا طبعا سياده النقيب هو من يدعو الى ذلك خلال اسبوعين. وبيتم الاختيار بالانتخاب ولا اختيار ايه؟ حضرتك بتتكلمي عن هيئة المكتب. هيئة المكتب طيب ما يتم الاقتراع عليه بين صفوف الأطباء هو منصب النقيب ومناصب الأعضاء. كل مجلس نقابة هو بيختار من بين الأعضاء المنتخبين أعضاء هيئة مكتب لمدة سنة، وبعد سنة بيعيد الاختيار مرة أخرى. فده انتخابات داخلية بين الأعضاء الفائزين، هم إذا كانوا هيتوافقوا على شخص محدد بيتوافقوا عليه، إذا لم يتوافقوا بتجري انتخابات داخلية بينهم وبين بعض على مناصب الوكيل، الأمين العام، أمين عام مساعد، أمين صندوق، أمين صندوق مساعد. أنا بس عاوز أقول حاجة يا ترهاب، أنا من المنبر ده بناشد الدولة المصرية إن كل السلطات بتاعتها تتعاون أكتر مع النقابات وخصوصا نقابة الأطباء. أنا بوجه رسالة واضحة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، يمكن القضائية هم كانوا متعاونين معنا جدا خلال الانتخابات، ولكن أنا نفسي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بناشدهم تعاون مستمر وشديد مع نقابة الأطباء. فبالتالي دي حاجه تفرق قوي قوي قوي. هو الحقيقه برضو عشان يعني السلطه التشريعيه بتتعاون معانا في اوقات كتيره جدا جدا جدا، ولكن السلطه التنفيذيه هي اساسا اللي احنا بنرجو منها تعاون اكتر في الفتره الجايه، ويمكن او في دم جديد ومجلس جديد مجدد نصفيا، او ممكن ده برضو يبقى حافز انهم يتعاونوا معانا اكتر من في الفتره الجايه ان شاء الله. محافظات ما علمناهاش رسميا، نتائج المحافظات نتيجه كل محافظه بتعلن في مقر المحافظه فور انتهاء فرز الاصوات. اللي بيعلن هنا نتيجه النقابه العامه، ولكن على موقع النقابه هننزل اسماء الفائزين بجميع المحافظات بجميع النقابات بالنقابه العامه وبجميع النقابات الفرعيه. لكن كل محافظه اعلنت بالفعل فور انتهاء الفرز. في اي اسئله لاي حد؟